كرة للهداوي والحدادي والتسديد بابا جول. يا سلام على زازا جول. جول جول من أروع ما يكون الإيطالي سيموني زازا في أول لمسة وأول كرة. هذه الذي لم يسجل سوى هدف واحد في 9 أشهر، ها هو يسجل هدفه الثاني في ظرف 4 دقائق من انطلاقة الشوط الأول للمباراة، من أول كرة وأول لعبة. منير الحدادي في الجهة اليمنى يوزع كرة في اتجاه سيموني زازا. الإيطالي فعل ما لم يفعله في اليوفي وفي ويست هام، فعله في فالنسيا الأسبوع الماضي، سجل الجول الأول، واليوم هذا هو الهدف الثاني. التقط كايلور نافاس صورة رائعة للكرة وهي تمر وتعبر وتسكن الشباك. ليس فقط الحارس نافاس هو الذي التقط الصورة، كل دفاع الريال التقط صورة ولا أروع منها. التوزيعة من منير كانت رائعة، وزازا بيسرع حطها في الزاوية اليمنى جول، ويشعل اللقاء منذ بدايته بهذا الشكل. تعرف جماهير فالنسيا وحساسيتها تجاه جماهير الريال، والعكس صحيح. طبعا هي من المباريات الناس تتحدث عن البارسا والريال والاتلتيكيها. رافائيل فاران في الاسترجاع، يا فاران راح زازا، انطلق كره خطيره، زازا من هناك كره ممتازه لصالح عناصر فالنسيا عن طريق اللاعب نوني. جول اوريلانا الشيلي يسجل الجول الثاني لفالنسيا، 8 دقائق لعب، هدفا لصفر لفالنسيا امام الريال. الشيلي في ثالث مباراة له رسمية مع فالنسيا، قادم من سيلتا فيغو يفعلها ويسجل جول ثاني. خطأ من رافائيل فاران، هرب من هناك عن طريق زازا في اتجاه ناني ببراعة في اتجاه اوريلانا. جول ثاني لفالنسيا امام انظار رونالدو عناصر الريال الذين لم يفهموا شيئا في هذا الذي يحدث لهم في بداية اللقاء. ناني البرتغالي ببراعة، زازا دخل افتح الفراغات الحق خلفه، اوريلانا اللاعب الشيلي مسجلا الجول الثاني لفالنسيا. 2-0 صارت النتيجة هذه المباغتة والمفاجئة في بداية هذا اللقاء المتأخر بين فالنسيا والريال. واو، لم يقدر عليها كذلك كايلور نافاس هذه الكرة الثانية مثلما لم يقدر على الكرة الأولى. ماذا يحدث؟ رونالدو طبعا يتساءل، ما هذا الذي حدث لنا؟ في تالي ملك أي كرة حتى ولو بقي أشواط وليس شو. بابا جول مارسيلو رونالدو يعدل النتيجة العملاق عند الدقيقة 44. تذكرون منذ حين قلت لكم بأن النوادي الكبيرة عندما تكون في محنة مثل هذه تنتظر ما ستفعله نجومها وتنتظر ما سيفعله أبطالها. رونالدو يقول أنا هنا، أنا له بالراس، يرتقي وحطها في الزاوية اليمنى جول. التوزيعة كانت من أروع ما يكون، والرأسية جاءت لتقول لتثمن هذه التوزيعة. نعم، من أروع ما يكون، كرة ممتدة اضربها رونالدو مثلما جاءت في الزاوية اليمنى جول. رونالدو يبقى شبح أسوأ لفالنسيا، 8 مباريات هنا، 8 أهداف يسجل عليها، هدفان لهدف واحد صارت النتيجة. الريال يعيد النفس قبل أن يعود.